واجب علينا نوقف لجل نوصل صحيح ما قصر يا عبد الرحمن واجب يوم هب النداء اعترفتم مصلحتنا وقوف لبيت وكرموا دولتهم وكرموا نفسهم وسمعتهم كنا بدا حكومتنا مخارج الباطل واجب يحب المريض والمكسور وما يروح على راسه من وضعتنا منه هم من مذله من كرامته ومحبته يوم صاح النداء قالوا له لبيك ابو خالد وتبقى رايه الامارات منهوره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علي بن راشد من اغليط اهلك مزي واثبت على كلامي وقولي على انطلاق اني صادق ما يحتاج ما في اي لا والله تزلزل.